وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيدي، مدير البحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا بك دكتور عمر في نشرة الثالثة. ما هي أهمية تسجيل معدلات عالية في مثل هذه المؤشرات؟ مساء الخير. أحد أهم عناصر الخطة الاستراتيجية الاقتصادية لدى مملكة البحرين هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية الدولية المباشرة، ما يسمى الفورن دايركت انفستمنت باللغة الإنجليزية. وعند محاولة استقطاب مثل هذه الاستثمارات تستفيد البحرين من استعراض أدائها العالي في هذه المؤشرات. فعندما يعني ينظر أحد أصحاب رأس المال في الفرص للاستثمار في مملكة البحرين أو غير مملكة البحرين، نعم، أحد العوامل الذي يأخذها في عين الاعتبار هي الأداء في مؤشرات مختلفة، من بينها المؤشر الذي ذكر في هذه الفقرة وهو مؤشر التنافسية الدولية. نعم. فهنا نجد أيضا أن مملكة البحرين يعني كجزء من وعيها حول أهمية هذه المبادرات أسست فرق عمل في كافة الوزارات تخصص جهودها وتكرس جهودها على متابعة أداء مملكة البحرين في هذه المؤشرات وضمان تبني الممارسات المثلى لأجل تحقيق أعلى مستويات في هذه المؤشرات. نعم دكتور عمر، وما هي أهم الخطط والمشاريع الحكومية التي ستسهم في رفع تنافسية مملكة البحرين مستقبلا؟ من إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 في عام 2008 دائما كانت جزء من خطة العمل الحكومة تركز على موضوع التنافسية وبيئة العمل التجارية في مملكة البحرين، ونشهد يعني استمرار هذه النقطة في أحدث خطة عمل والتي تتمحور حول خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقت في عام 2021 بعد انتهاء الجائحة. فهناك الكثير من المبادرات تركز على موضوع، على سبيل المثال، تسهيل عملية تسجيل الأنشطة التجارية، فتح المجال للمستثمرين الأجانب لتأسيس أنشطتهم في مملكة البحرين، تعزيز البنية التحتية سواء البنية التحتية التقليدية في مملكة البحرين أو البنية التحتية الرقمية، وغيرها من المبادرات تجعل البحرين الخيار الأفضل للمستثمر الذي يعني يبحث عن مكان لوضع رأس ماله. نعم الدكتور عمر العبيدي، مدير البحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.